كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد تفقد عددا من المشروعات الاستثمارية الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، استهلها بتفقد مصنع شركة LG للإلكترونيات مصر. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن زيارته تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم وتشجيع القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وخاصة في مجال الصناعة، باعتباره دعامة مهمة للاقتصاد المصري.